عندنا اتصال تليفوني من خارج مصر، فمش عايزين نخليه ينتظر معنا كتير على التليفون، فخلونا نستقبل اتصال ونقول الو. الو الو، ايوه مساء الخير. مساء الخير مستر اسامه، اهلا بيك، اتعرف بيك. ايه احنا كده على الهوا؟ اه احنا على الهوا يا فندم، اتفضل. طيب سامحني، انا هقول اسمي المستعار، انا اسمي ماريو. ماريو؟ ماريو كم سنه؟ انا 30 سنه. ماريو بتتكلم منين؟ انا بكلمك من الكويت. من الكويت. حضرتك متزوج؟ انا متزوج مع طفلين. ربنا يخليهم لك. طيب يا ربنا يعوضك. احنا بنتكلم في موضوعنا النهارده بتاع البعد، انت عايش التجربه دي؟ انا للاسف عايش التجربه دي، مرغم عن يعني يقول لك عن ايه، رغم عني بجد، يعني برغم كل الظروف كانت متحالف في مصر ان انا اعيش بنادم كويس، لكن فضلت ان انا ابعد عشان خاطر اعمل قرش عشان اتنصب عليا في حوالي 600,000 جنيه في ارض كنت خدتها في مرسى علم، وبعد كده البدو علينا اخدوها وحوض عياد، واضطرينا ان احنا نطلع محامين ونعمل قضيه، واضطرينا ان احنا نخش في سكك ان احنا نفاوض معهم مع اننا دافعين فلوس وطولين فلوس الارض، اضطرينا ان احنا ندفع فلوس اتاوه وراحت علينا برضه بطاقه وثبتنا بسلاح وطلع الناس هنموت هعمل ايه؟ سبت كل حاجه ومشيت. مشيت علشان عليك فلوس ولا مشيت علشان تبتدي من اول وجديد؟ عشان اعمل حاجه لعيالي. مش عشان اعمل حاجه لعيالي، عشان دلوقتي عشان اجيب شقه ب 250,000 جنيه، امال لما ابني يطلع ويبقى عنده 18 19 سنه زي لما جيت اتجوزت هيعمل ايه؟ قول لي كده النهارده. انت قاعد في الشروق او قاعد في مكان محترم، انا النهارده قاعد في منطقه يعني تكاد تكون عشوائيه في كسر السويس. قاعد بكام في الشهر؟ 850 جنيه في الشهر. انت وصلت انك بعت شقتك وبعت بيتك وكده؟ لا، ما كنتش لسه كنت شقه تمليك. اه كان ده حلم ان انا اعمل هناك موتيل، اعمل هناك دايفنج سنتر في مرسى علم، وراحت كل حاجه. اقدر اقول بجد يعني ايزي كوم ايزي جو. طيب حضرتك بقالك قد ايه متغرب؟ انا عايز اقول للشباب كلها بالامانه، يعني عن تجربه بامانه، الفلوس اللي تتعبوا فيها بجد هتفضل معاكم طول العمر وهتزيد، الفلوس اللي بتيجي من الحرام بتتصرف وبتروح عليها الفلوس الحلال. حلو جميل، ولكن برضو ما حد، ما فيش شيء مضمون يا ماريو، ممكن تتعب في الفلوس وتعمل ملايين اوكي وتضيع في لمح البصر، تضيع في ياما ناس كانت في الثوره دي اللي فاتت، ضاع كل اللي وراهم واللي قدامهم، محلات اتنهبت في الانفلات الامني، محلات اتحرقت، صياغ اتسرقت، اللي عنده تاكسي وبيدافع اقساطه اتاخد. كل الكلام ده كويس، لكن هذا كانت هذه كانت كسر حياتي في البدايه. بدايه كنت حاطط كل الفلوس اللي عملتها من الحلال وكل الفلوس اللي جت من السياحه، اقدر اقول يعني ما كانتش كلها حلال. وقت ما بدات ان انا اكون صريح مع مراتي وعرفتها كل شيء من الالف للياء، عارف لقيت ايه؟ لقيت واحده بتنفضني من حجرها، بتقول لي انا مش عايزك علشان لما تجيب شقه تمليك، ولما تعمل حاجه لمستقبل عيالنا وتجيبها لي باسم كمان، ساعتها ممكن ترجع وممكن ابقى اقعد معاك. يعني مراتك بعد ما ضيعت كل حاجه، ما خسرت كل فلوسك، قالت لك مش عايزك؟ مش عايزك. مش عايزك. وقاعده مستقره في بيت ابوها، وانا شقتي مقفوله وبدفع لها 850 جنيه في الشهر، واديني هنا بحارب علشان خاطر 15 او 17 الف جنيه في الشهر. يعني اقدر اقول لك بضيع نصها في الايجار، في ايجار التكاسي، ايجار عربيه اقدر اعمل بيها مشاوير تبع الشغل، يعني بقدر اوفر حوالي 7 او 8000 جنيه في الشهر. تمام. طب ما فكرتش تنزل تدور على حاجه في مصر يا ماريو تعمل منهم ال 7 8000 جنيه دول؟ هعمل ايه في مصر؟ هعمل ايه في مصر لو انت قاعد جوه بيتك مع اولادك؟ هتضطر انك تنزل كل اسبوع تعمل اوتنج، تعمل شوبينج انت واولادك، طبعا لازم تاكل اكل حلوه ولازم تجيب فاكهه ولازم ولازم ولازم، هتلاقي نفسك حتى لو كنت بتجيب 5000 جنيه مش عارف تكسر منها حاجه. ده اللي خلاني بعدت عن البيت، وان انا عشان بس اكتر قرش كنت اتوقع ان مراتي تبقى فاتحه لي صدرها وبتقول لي خلاص انا جنبك وروح ما تقلقش على العيال. لقيتها ان هي بصراحه يعني انا ما كنتش استاهل منها اللي بتعمله فيا ده، ولكن بقدر اقول ان ربنا بيخلص فيا اللي عملته في حياتي وحش، واشكر ربنا يعني بدات حياه نظيفه، وقلت يا رب يا رب. ايه اللي انت عملته وحش في حياتك يا مان؟ عملت وحش في حياتي ان انا في عز ما كانت هي كويسه معايا كنت بخونها.
كنت بخونها. تدخلت بطريقة غلط بينها وبين أمي. عايشين كويسين، أنا بدأت أقول لهم وصلوا لي المعلومات، بدأت أقول لماما توصل لي على مراتي، بدأت أقول لمراتي توصل لي لماما مزعلها. لو كنت بتوم يتعاملوا مع بعض ما كنتش هوصل للمرحلة اللي أنا فيها دي. لو كنت مفيش مشاكل كنا زمان قاعدين في بيت والدتي. بص يا ماريو، ربنا بيسامح وبيغفر، ولما بيلاقي الإنسان كويس عايز يبقى كويس يوم الأيام وندمان. يعني خليني أقول زي ما بنسمع كلنا من رجال الدين أيا كانوا مسلمين مسيحيين، رجال الدين بيقول لك التوبة النصوحة أو التوبة اللي بجد، الإنسان اللي يعني بينشد التوبة بجد وبيبقى ندمان على كل أخطاء عملها وعايز يبقى كويس، ربنا بيسامحه وربنا بيعوضه خير. فأنت المشكلة كلها دلوقتي مش في الفلوس اللي راحت يا ماريو، المشكلة كلها في الست اللي ما وقفتش جنبك في أزمتك. أنا أقدر أقول لك الست دي ممكن تتعوض في أي وقت، وممكن بحنية أجيبها. اللي أنا ندمان عليه دلوقتي عيالي. مش فكرة نوم، أنت ممكن تجيبها بشوية حنية، ممكن تجيبها بقرشين كويسين لما ربنا يكرمك ويبقى معاك 100 ألف جنيه 200 ألف جنيه هتجيبها. إنما أنت هتبقى من جواك راضي إن الست دي ما جابهاش إلا الفلوس؟ في حاجة بتقول الحاجة تبرر، يعني الوسيلة تبرر، أو الغاية تبرر الوسيلة، أو الغاية تبرر الوسيلة. تمام. أنا محتاج عشان خاطر أولادي، وأولادي بعد ما كانوا قاعدين عند والدتي فترة كبيرة، أختي بدأت تقول لي أولادك عايزين يقولوا لي يا ماما، أولادك محتاجين لوالدتهم، عشان كده رجعتهم لها. وبعد ما رجعتهم لها وبدأت إن أنا أصفى وبقيت إنسان كويس، ما لقيتش رد فعل اللي أنا كنت متوقعه. نفسي بطلب من ربنا ان هي ترجع لعلها من تاني. نفسي اديك التليفون. انا كل ما اكلم اب اعترف ليها جديد في الكنيسة بتهرب لكنيسة تانية. دي المشكلة كمان، حتى مفيش حد عارف يأثر عليها. شخصية متغلظة، طالما بينزلوا بتشتغل في مكان ما وبتاخد منه الالفين او التلات الاف ومغطية احتياجات بيتها واحتياجات العيال، خلاص ام بقى جوزها وام اللي جابوه مفيش عندها اي مشكلة. انا اعرف يعني تمام، يعني بالمعنى ان هي ما مش مشكلة جوزها، يعني جوزها عشان خاطر النوم ولا عشان خاطر الممارسة الجنسية، لا مش عايزة. إنما أنا بجد محتاج لأولادي. أولادي في سن يعني طالعين 7 سنين و8 سنين، أنا متجوز وعندي 19 سنة. أولادي يعني بأمانة أنا بعمل عشان خاطرهم، شايف حياتي كلها بتتدمر قدامي. طيب دلوقتي لو قعدت يا ماريو تفكر في حياتك اللي بتتدمر قدامك كلها، مش هتعرف تاخد خطوة لقدام. لو قعدت تفكر في كل، انا ما بقولكش انسى ولادك، اكبر خطا انك تبعد عن ولادك او تنسى ولادك، انما دلوقتي انت في موقف والراجل موقف، فعلشان الموقف بتاعك ده تقدر تحله صح، لازم ترجع تاني تقرب من ربنا على قد ما تقدر، ترجع تاني تفكر لقدام على قد ما تقدر، ترجع تاخد خطوات ايجابيه في شغلك وما تخليش اي شيء ياثر عليك على قد ما تقدر، علشان تمشي في خطى صح. اعتقد ده الهدف الوحيد قدامك، لانك طول ما انت بتبكي على اللبن المسكوب، ولادك عند زوجتك ما انت شايفهم، زوجتك بعيدة عنك، انت بتحاول تصلح وانت ماشي في حياتك، انما ما توقفش حياتك كلها علشان تصلح.